في حقيقة لازم كلنا نعرفها، ان اي تلوث في البيئة سيصيب جميع المصريين. 60 مليون مصري هتؤثر فيهم اي تلوث يحدث في البيئة، يعني عادم العربيات، دخان المصانع اللي مش محطوط عليها فلتر، الكيماويات اللي بتترش بيها النباتات اللي في النيل وبعدين بنرجع نشرب المية اللي فيها الكيماويات وبيشرب منها النبات والحيوان اللي بنرجع ناكله تاني وبيبقى فيه الكيماويات بتركيز عالي جدا، استعمال الهرمونات اللي زادت كتير جدا في السنوات الأخيرة وديا في الحيوانات أو في النباتات، دي بتؤثر تأثير عنيف على جسم الإنسان وبتؤثر على كل مصري، مش مفيش مصري عنده حماية من التلوث البيئي. علشان كده لازم كل مصري يحافظ على هذا، على منع هذا التلوث. التدخين أحد المسببات لهذا التلوث في البيئة. الإصابة بالبلهارسة، موجود البلهارسة في المصريين، ده نوع من التلوث ولازم نقدر نمنعه بإن احنا ما المواطن المصري ما يعملش الإفرازات بتاعته في ماء النيل وما ينزلش ماء النيل. الحاجات دي كلها نقدر كلنا نحافظ عليها وكلنا نقلل من تلوث البيئة. الفضلات بتاعة المصانع اللي بتترمي في النيل، وعلى ما نعرف كلنا ان في مئات المصانع بترمي يوميا في النيل مواد كيميائية، ما احنا كلنا بنرجع نشرب من المية دي تاني بصورة مباشرة او غير مباشرة عن طريق النبات والحيوان، فكلنا بتأثر فينا تلوث البيئة، ولازم كلنا كمصريين 60 مليون يحافظوا على منع هذا التلوث.